من يكون أحمد بوحنيني؟ وكيف وصل ليكون رئيسا للحكومة عام 1963؟ كيف كان مساره المهني والسياسي؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين شقيقه الأصغر محمد بوحنيني؟ وكيف تم تصفيته برصاص الانقلابيين في انقلاب الصخيرات؟ أسئلة نطرحها لاستكشاف بعض من شخصية أحمد بوحنيني وبعض من مواقفه السياسية وعلاقته بالمخزن وبالأحزاب السياسية وبالحسن الثاني. بداية، أحمد بوحنيني هو رئيس الحكومة التاسعة للمغرب منذ استقلالها عام 1956. تشكلت حكومته يوم 13 نوفمبر 1963، ثم تم بعد تعديل حكومي يوم 20 غشت 1964 وحلت يوم 3 نوفمبر 1965 بإعلان حالة الاستثناء. دام في منصبه كرئيس للوزراء سنة واحدة و11 شهرا و21 يوما، وضمت حكومته الأولى 15 وزيرا و4 كتاب للدولة. وتشكلت حكومته الثانية بعد تعديل حكومي وضمت 16 وزيرا و4 كتاب للدولة. من طبيعة الحال أحمد بوحنيني يعرف المخزن جيدا. طبعا القصر لا يشرح قراراته، وعلى الرأي العام وعلى المحللين كثيرا أن يجتهدوا في فهم منهجية تفكير الجالس على العرش، وإن كان الأمر لا يخلو من صعوبة أحيانا. فعائلة البوحنيني المتجدرة في المخزن والتي تعرف تقاليد المخزن كثيرا، فالشقيق الأصغر محمد بوحنيني الذي تولى حقيبة الثقافة لمدة طويلة ووزارة الدفاع والعديد من الوزارات كان يعرف دار المخزن بشكل جيد. قال الحاج لأحد الوزراء الشباب الحديث العهد بالمسؤولية: يجب أن تعرف من اليوم أنك كنت حرا قبل أن تعين، وأنك الآن مخزني بشاشية، وعليك أن تكون في الخدمة طوال الوقت. ثانيا، يجب أن تضع في رأسك أن الملك لا يفكر مثلك، ولا يأكل مثلك، ولا يشرب مثلك، ولا ينام مثلك، ولا يشتغل مثلك. إنه ملك وله أسلوبه الخاص. من طبيعة الحال يختلف الأخ الأصغر محمد بوحنيني عن شقيقه الأكبر أحمد بوحنيني كثيرا. فالأول أستاذ عاشق للشعر، والثاني أحمد بوحنيني عاشق للسياسة، محامي وقاضي خاض العديد من المعارك السياسية ويعرف الكثير من دهاليزها ومن رجالتها، كما يعرف رجالات الحركة الوطنية والوقائع التاريخية لمغرب الحماية بشكل كبير. في سنة 1963 تورط شيخ العرب والمهدي بن بركة وعبد المؤمن ديوري ومحمد البصري وغيرهم فيما يسمى بمؤامرة ضد ولي العهد. وبعد فشل الخطة الخماسية الأولى التي وضعتها حكومة بوحنيني، شهدت البلاد أزمة اقتصادية، حيث وصل عدد العاطلين في مدينة الدار البيضاء وحدها إلى أكثر من 300,000 عاطل. فقررت وزارة التربية الوطنية إبعاد التلاميذ الذين وصلوا سن 18 من الثانويات وإلحاقهم بالتعليم التقني. وكان مبرر الملك هو ربط التعليم بعالم الشغل الذي كان في حاجة لمتمدرسين أكثر من حاجة لمتعلمين تعليما عاما. التفسير المقدم أن هؤلاء التلاميذ أو تلاميذ المؤسسة الثانوية أصبحوا يشكلون خطرا على النظام، لأنهم انشغلوا بالسياسة وانخرطوا في عدد من التنظيمات السرية التي ولدت من بينها منظمة 23 مارس
ومنظمة إلى الأمام، وحاولت المعارضة إسقاط حكومة أحمد بوحنيني سنة 1964 وتقديمهم أول ملتمس للرقابة في تاريخ المغرب. كانت بداية شد الحبل بين طرفي النزاع، الملك الحسن الثاني والمعارضة السياسية، وهو الشد الذي سيقود إلى انتفاضة الدار البيضاء في 25 مارس 1965 والإعلان عن حالة الاستثناء التي سقط فيها عدد كبير من الضحايا. وكانت هذه الانتفاضة بمثابة أول اختبار يدخله الملك الشاب، فتم حل البرلمان شهرين بعد ذلك ليحكم الملك بعد ذلك مدة 5 سنوات كحاكم مطلق. ماذا عن مصاري أحمد بوحنيني؟ بوحنيني من مواليد 1909 بفاس، درس بها تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم التحق بجامعة القرويين. كان سياسيا محنكا معروفا ومحامي شهير مارس القضاء، كان ذو نزعة اشتراكية، كما أسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كانت شخصيته دينامية وله حس تواصلي كبير على عكس أخيه الحاج محمد بوحنيني. كان أحمد بوحنيني ابن مدينة فاس من أبرز الشخصيات السياسية التي عرفها تاريخ المغرب إبان فترة الاستقلال، حيث اعتقل عام 1944 لتوقيعه وثيقة المطالبة بالاستقلال الشهيرة قبل أن تتحول الأحداث ويحصل المغرب على استقلاله، ليلتحق بوحنيني موظفا بالمحكمة الابتدائية بفاس، ثم كاتبا عاما لوزارة الداخلية، ثم وزيرا للعدل، ثم وزيرا أول على رأس الحكومة رقم 9 في تاريخ المملكة ما بين 13 نوفمبر 1963 و 8 نوفمبر 1965. في لحظة غير مناسبة كان من المدعوين يوم 10 يوليو 1971 بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الحسن الثاني في قصر الصخيرات. قتل أحمد بوحنيني خلال محاولة الانقلاب العسكري بالصخيرات عندما أطلق الجنود النار في كل الاتجاهات على حشد من المدعوين، كان من ضمنهم أحمد بوحنيني ليردى قتيلا في الحال إلى جانب شخصيات كانت حاضرة في الحفل، وكان يشتغل آنذاك منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى. حينما علم الحاج محمد بوحنيني وكان آنذاك وزيرا للدفاع وعلم أن أخاه قتل برصاص الإنقلابيين في انقلاب الصخيرات، ذهب لإخبار زوجة شقيقه الموجودة بالإذاعة، وتم اعتقاله أيضا ليمضي يوما كاملا مع الرهائن في ردهات الإذاعة، ونجا من الموت بأعجوبة لأنه لم يجد أمامه وفي طريقه شخصا يسمى محمد عبابه. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الله. لا تنسوا دعم القناة ودعم هذا المحتوى، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.